الموضوع الآخر اللي هو احنا خلصنا النستد لوبس، خلصنا الأمور هاي كلياتها. هسه راح ناخذ الفايلز. بالنسبة للفايلز الشاشة هاي مبينة عندكم؟ مبينة عندكم الشاشة؟ الملفات مش السبايدر بس البايثون ها؟ طيب ماشي. هاي محمد العمري سكت التليفون، النت عندك شوي ضعيف. اوكي الشاشه هاي مبينه عندكم هسه على تشابتر 0 وتشابتر 1 والامور هاي كلياتها الستايلات تبعت الماده والملفات اللي عندكم هاي اللي هون صح؟ هسه كل واحد من هذول بنسميه ملف، كل ملف بيحتوي على مجموعه من الشغلات، فبالتالي بيحتوي على نص او بيحتوي على شغلات ثانيه. لو بتعمل على سبيل المثال فولدر جديد فايل نيو فولدر بسميه ماي فولدر مثلا، الفولدر هذا بيكون فاضي. بدي اعمل ملف جديد، هذا ملف تكست دوكيومنت، باجي بكتب فايل 1 على سبيل المثال. هذا الفايل 1 بيكون امتداده دوت او حسب بنحكي على الامتداد بعدين. بدي اكتب مثلا this is your book university على سبيل المثال. I love my university. اوكي بنخزنه وبنطلع من هالملف. هسه الملف هذا تكست دوكيومنت، هاي اول كلمه راح نتعرف عليها تكست دوكيومنت. بعض الملفات بتكون عباره عن تكست دوكيومنت بحيث انه معناها انه اذا بفتح الملف مباشره بعرف شو محتوياته، اذا بفتح الملف مباشره بعرف شو محتوياته. هاي محتوياته this is your MOOC university على my university، هاي محتويات هالتكست دوكيومنت. هاي ايش اسم الملف؟ اسمه فايل 1 كلها هاي بدون فراغات فايل 1. اقدر اغيره زي ما بدي. في لكل ملف داخل الويندوز او داخل الكمبيوتر او داخل الويندوز شيء بنسميه امتداد للملف. الملف بيتكون من شغلتين، هو خلينا نحطها هون. اوكي الملف بيتكون من شغلتين، اسم الملف. بالنسبه للملف هذا file.txt file1.file1 الامتداد تبعه بيكون دوت نقطه بعديها الامتداد txt، مرات ثلاث احرف مرات اربع احرف مرات اكثر بهمناش، بس بهمنا على الاقل ممكن حرف واحد ممكن حرفين بغض النظر قديش اكمل حرف بعد الدوت، بس لازم اللي بيفصل بين اسم الملف و الامتداد للملف اللي هو دوت نقطة. اوكي النقطة هاي على يسارها اسم الملف وعلى يمينها امتداد الملف. فامتداد ملفات التكست دوكيومنت دوت تي اكس تي، هيك هاي امتدادها، اسمه بغض النظر شو اسمه بهمناش. اوكي لما نيجي نكتب الملف ما بنحط التكست دوكيومنت، الويندوز لحاله بضيف لي اياه، فهو زي كانه في تكست تي اكس تي. اوكي فالملف هذا هو عباره عن ملف بنقدر نشوف محتويات، هيك معناها. في ملفات من نوع اخر ما بنقدر نشوف محتوياتها، لو فتحناها ما بنقدر نشوف محتوياتها. الملفات هاي زي على سبيل المثال هذا الملف، هذا ملف لو بدي افتحه مثلا بالنوت باد نقول له اوبن open with notepad اوكي بين عندكم صح؟ بين عندكم هاي الو بين مبين دكتور. اوكي فبيبين محتويات وشغلات زي هيك، لكن هو حقيقه محتوياته مش هيك، ما بيبين بالنسبه للنوتباد او بالنسبه لشخص عادي. لازم الشخص اللي عمل الملف هذا هو بيعرف شو محتوياته وبيقدر يقراه بطريقه معينه. فهذا الملف
مش تكست فايل، فبالتالي ما بقدر اشوف محتوياته. مش بس هذا، حتى ملف الوورد، ملف الوورد كمان لو تيجي تفتحه ما بتلاقي فيه المعلومات اللي انت كاتبها بالوورد، لان الوورد برنامج خاص بالملفات تبعات الوورد، فبالتالي ما حدا بيعرف شو محتويات الملف هذا الا غير برنامج الوورد. اوكي، فحتى لو طلع هون ما حدا بيعرف شو موجود جوية الملف الا غير واحد بيفتح الملف بصيغه الوورد او باستخدام برنامج الوورد لحتى يشوف شو محتوياته الاصليه. لما تيجي تفتحه برنامج اخر مش راح يبين اللي مكتوب عندك بالوورد. هسه هاي نبذه بسيطه عن شو معنى ملفات. بعض الملف مش بس الملف وين الفايل ماي فولدر، هون هذا الماي فولدر الفايل هذا سويناه هون له كمان path، والpath تبعه هاي هون c نقطتين users row console google drive 00 python my folder اسم الملف .txt كلهم هاي بالإضافة مع اسم الفول اسم الفايل .txt كله بشكل المسار للpath للملف هذا، وهذا المسار يكون فريد من نوعه لكل ملف موجود عندي بالكمبيوتر، كل ملف له path خاص فيه. بالمحاضرة الجاية رح نشوف كيف